عاملين وباسم كل اهالي قسوطة. ان شاء الله بتنعاد على الجميع بالخير وبالصحة وبالسعادة وبالسلام وبهداك البال، والله يخليكم جميعا. نسأل نفسنا دائما شو اللي بدفع الناس، بحكي على كل الناس، ان في ليالي الشتاء البارد بين عيد الميلاد والمجيد ورأس السنة يتركوا بيوتهم، يتركوا عائلاتهم ويسافروا إلى مكان بعيد صغير اسمه فاسوطة. والجواب بسيط، الجواب بتصور موجود في المجدلة اللي بتقول وفي الناس المسرة، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. الفرح الحقيقي هو أن تشارك الناس في فرحها. العيد الحقيقي هو أن تشارك الناس في عيدها. لذلك نحن نطرد عائلاتنا وأحبائنا وأصدقائنا ونخرج إلى مكان بعيد، لا نعرف من سنلاقي هناك، من أي دين، من أي جنس، ما هي يعني اجتماعياته، ما هو وضعه المادي، لنلاقي الناس ونعيد مع الناس ونفرح مع الناس، كل الناس. أهلا فيكم، أهلا بكل الناس في فاسوطة. طبعا إخوان، هذا الهدف لم يعد مقتصر على فاسوطة، وأصبح في كل مدينة وقرية تقام المهرجانات والأحداث، وهذا شيء يسعدنا كمجتمع كشعب، يسعدنا أن نقيم الاحتفالات، أن نفرح كما تفرح باقي الأمم وباقي الشعوب، لأن هذا حقنا، ولأننا نحن شعب ناجح والحمد لله في كثير من المجالات. وجاء الوقت لأن نفرح أيضا في أعيادنا ومناسباتنا الاجتماعية والوطنية دائما. فأنا بتأمل أن هذه المناسبات تستمر في فاسوطة وفي غير فاسوطة. أنا أريد أيضا في هذه الليلة أن أذكر طبيعة الأمر من يقف وراء ستة أحداث ميلاد في فاسوطة. هذه الأحداث مش وليد الصدفة ومش عمل رجل واحد أو مجموعة صغيرة. هناك أبطال، هناك سواعد قوية، هناك جلال. وجاء الوقت لأن نفرح أيضا في أعيادنا ومناسباتنا الاجتماعية والوطنية دائما. فأنا بتأمل أن هذه المناسبات تستمر في فاسوطة وفي غير فاسوطة. أنا أريد أيضا في هذه الليلة أن أذكر طبيعة الأمر من يقف وراء ستة أحداث ميلاد في فاسوطة. هذه الأحداث مش وليد الصدفة ومش عمل رجل واحد أو مجموعة صغيرة. هناك أبطال، هناك سواعد قوية، هناك قلوب كبيرة مؤمنة عند قوة انتماء لهذا البلد تقف من وراء هذا الحدث. لهؤلاء من أعضاء مجلس مهتمين، قسم من موظفين وعمال المجلس، يعني المتفانين الذين يعملون ليل نهار لكي تبدو بلدهم بأبهى صورها وهي تبدو كذلك. أنا أشكرهم ولهم كل الحب والتقدير. طبعا هناك أشخاص من أهل فاسوطة قبلوا ولبوا دعوة المجلس المحلي وانضموا إلى هذا الموكب. كوكبة من المتطوعين والمتطوعات سهروا معنا، عملوا معنا، ضحوا من وقتهم حتى أنتجنا معا هذا العمل بأدق التفاصيل اللي حكى عنا صديقنا جاكي. شكرا لهؤلاء جميعا. شكرا لكل من شارك في بناء هذا الحدث بأحداثه الصغيرة، تفاصيله، البرامج، استقبال الضيوف،
المعرض الذي ترونه الذي هو من إنتاج آل فصوطة، نساء ورجال وشباب وصبايا، العروض الكشفية على، وأيضا طبعا استقبال الضيوف. استقبال الضيوف هذا عمل ليس بسيط وليس مفهوم منا، ومش كل واحد بيتقنه. انتوا الفصوطة تتقنون هذا العمل على احسن وجه. شكرا كبير كبير لكم. طبعا ضيوفنا الاعزاء، ضيوفنا الاحباء، نحن نسعد ونفرح كثيرا بكم. يعبرنا الالاف، انظر في وجوه البلد، هم سعداء، سعداء جدا، فرحين جدا باستقبال الناس، ذلك لانهم هم جزء من هذا المجتمع. وثانيا بعنوان الصوت، وهذه الصفه لا يمكن ان نتنازل عنها، نحن بنحب الضيوف، نحن بنحب اهلنا، نحن بنحب ابناء شعبنا من كل مكان. ونحن ايضا نحب الانسانيه، نحب الانسان، لأن تعاليم المسيح الذي جاء في مثل هذه الأوقات للعالم هي تعاليم إنسانية من الدرجة الأولى، تعاليم المحبة، تعاليم التسامح. فنحن في هذا الحدث يمكن شعبين كل نهار بصمت، ولكن بعملنا هذا، باستقبالنا للناس، بمحبتنا، بلحمتنا، بفرحتنا، نحن يعني نجيب على الطلب، ونحن نلبي الامال المبنيه علينا كاناس مسيحيين نعيد عيد الميلاد. كل عام الجميع بالف الف خير. هذا العيد اخوان اصبح عيد عالمي، اصبح عيد عالمي ليس فقط برموزه، بس لانه القيم المدلولات من هذا العيد هي مدلولات عالمية، مدلولات لكل الناس، مدلولات المحبة، مدلولات التسامح. ونحن بحاجة إلى هذه القيم، أن نزودها جيدا، أن نزودها جيدا، لأننا مع الأسف ولابد أن نذكر، لا نستطيع أن لا نتذكر ما يحصل في مجتمعنا في الآونة الأخيرة بالفعل. هذا الجو الحقيقي، هذا الجو الصحيح الذي يجب ان نعيش دائما في فصوطة وفي كل قرانا ومدننا. نحن شعب يحب الحياه، يريد الحياه، نعم للحياه. لا اريد ان اثير عليكم اكثر، اريد ان اعود واشكر جميع الذين عملوا بشكل مباشر او غير مباشر، من قريب او من بعيد، لانتاج وانجاح هذا العمل. اريد ان اعود وارحب بالزوار من كل مكان ومن كل دين ومن كل قوم، وبنقول لكم اهلا وسهلا فيكم في فصوطة في الحدث السادس، واهلا وسهلا فيكم في فصوطة في الحدث السابع الذي سياتينا بعد عام على اكبر صورة وعلى اكبر صورة. كمان مرة وعامكم الخير، انتم تتمتعوا في هذه الفترة زي ما استمتعتوا قبل بالفترة العظيم والكبير اللي فيها مواهب من هاي البلد الجميلة. أسمع أصواتهم وأعطوا مواهبهم كل البيوت. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير. عاملين وباسم كل أهالي فصوطة، إن شاء الله بتنعاد على الجميع بالخير وبالصحة وبالسعادة بالسلام وبهداك البال، والله يخليكم جميعا. نسأل نفسنا دائما شو اللي بدفع الناس، بحكي على كل الناس، إن في ليالي الشتاء البارد بين عيد الميلاد والمجيد ورأس السنة يتركوا بيوتهم، يتركوا عائلاتهم ويسافروا إلى مكان بعيد صغير اسمه فصوطة. والجواب بسيط، الجواب بتصور
موجود في المجدلة اللي بتقول وفي الناس المسرة وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. الفرح الحقيقي هو أن تشارك الناس في فرحها. العيد الحقيقي هو أن تشارك الناس في عيدها. لذلك نحن نطرد عائلاتنا وأحبائنا وأصدقائنا ونخرج إلى مكان بعيد، لا نعرف من سنلاقي هناك، من أي دين، من أي جنس، ما هي يعني اجتماعيات وما هو وضع المادي، لنلاقي الناس ونعيد مع الناس ونفرح مع الناس، كل الناس. أهلا فيكم، أهلا بكل الناس في فصول. طبعا إخوان، هذا الهدف لم يعد مقتصر على فصول، وأصبح في كل مدينة وقرية تقام المهرجانات والأحداث، وهذا شيء يسعدنا كمجتمع كشعب، يسعدنا أن نقيم الاحتفالات، أن نفرح كما تفرح باقي الأمم وباقي الشعوب، لأن هذا حقنا، ولأن نحن شعب ناجح والحمد لله في كثير من المجالات. وجاء الوقت لأن نفرح أيضا في أعيادنا ومناسباتنا الاجتماعية والوطنية دائما. فأنا بتأمل أن هذه المناسبات تستمر في فصوطة وفي غير فصوطة. أنا أريد أيضا في هذه الليلة أن أذكر طبيعة الأمر من يقف وراء ستة أحداث ميلاد في فصوطة. هذه الأحداث مش وليد الصدفة ومش عمل رجل واحد أو مجموعة صغيرة. هناك أبطال، هناك سواعد قوية، هناك